الفيديو ده انا عملته بناء على مطلب جماهيري، نظرا لان انا نزلته في لايف بس كان ساعه وشويه، فالناس اشتكت. المعلومات كويسه جدا، جاب مشاهدات عاليه جدا بس الوقت طويل. فانا هلخص لكم الفيديو اللي انا طلعت فيه لايف، اتكلم فيه عن المذاكره، ازاي كنت بذاكر مذاكره صح، وكنت كمان بشتغل جنبها 9 ساعات وبطلع من الاوائل في الكليه. بس قبل ما ابدا، لو انت اول مره بتتفرج عليا ممكن تفكر ان انا مثلا بضحك عليك او انا مش صريحه معاك، لا خالص، الكلام ده حقيقه 100%. انا فعلا كنت بذاكر بشكل صحيح، وكنت بشتغل في شركه جنب مذاكرتي، وكنت بطلع من الاوائل، ودي الشهادات اللي انا خدتها في الجامعه بتاعتي في كل سنه رتبت فيها وطلعت فيها من الاوائل. هسيبكم كده تتفرجوا عليها وبعد كده اقول لكم كنت بعمل ايه. كده اعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بصوا يا جماعه، المذاكره الكتيره حلوه وكل حاجه، بس اهم من المذاكره الكتير ان انت تذاكر بذكاء. اتعلم ازاي تذاكر بذكاء، زي بالظبط الشخص اللي بيحاول ان هو يقفل درجة امتحان معين وبيتعلم يحل الامتحان بذكاء. لو الامتحان مثلا مدته نص ساعة والحل فيه هياخد ساعتين، اللي هو في اسئلة بتبقى واخدة وقت كتير جدا علشان يتجاوب عليها، فتلاقيه بيحل بذكاء. ازاي؟ اللي هو يشوف انهي الاسئلة اللي عليها درجات كبيرة ويبتدي ان هو يبدأ بيها الاول، والاسئلة اللي عليها درجات اقل بيبتدي ان هو يخليها في الاخر، بحيث ان لو الوقت عدى يبقى لحق على الاقل يجيب درجه عاليه. ده اللي انا كنت بعمله بالظبط، بس في المذاكره بحاول ان انا اذاكر بذكاء. ازاي؟ هقول لك. اول حاجه، انا ما كنتش بعتمد على الحاجه اللي بتضيع لي وقتي، بمعنى انا كنت بذاكر من كتب الجامعه. كتب الجامعه، انا بدرس لغه ايطاليه، الكتب بتبقى من ايطاليا، وبيبقى الايطالي بتاعها تقيل قوي، اللي هو زي مثلا العربي بتاعنا، بس بقى ايه، الايطالي بتاعه بيبقى صعب على الايطاليين اصلا ان هم يفهموه. ازاي ايطالي وصعب على الايطاليين؟ انت بتحوري؟ لا مش بحور. زي مثلا لو جيت قلت لك باللغه العربيه، لقد ضقت ذرعا بك وتتواطئ القوه، مش عارف ايه، شايفين الالفاظ دي تحس ان هي عتيقه شويه. هو ده نفس النظام اللي كان بيتكتب بيه الكتب بتاعتي. فانا كنت بحاول اختصر وقت، بمعنى بذاكر من كتاب مره واحده بس في العمر، زي ما بقول لك هي مره، وعندي كشكولي او المذكره بتاعتي او المراجعه اللي انا بذاكر منها، بجيب الكتاب وبجيب الكشكول والخص الكلام اللي مكتوب في الكتاب في الكشكول بطريقه انا افهمها. الخص مش معناها ان انا اقلل الكلام، لا، اكتب بالطريقه اللي انا افهمها، حتى لو هاخد في تلخيص صفحه 3 صفح، ده بالنسبه لي تلخيص على فكره، لان انا بلخصها من كلام تقيل لكلام سلس خفيف بيثبت في الدماغ. فاول نصيحه هنصحها لك، خلي ليك كشكولك الخاص، مرجعك الخاص، ذاكر منه الصفحه واكتب فيه اللي انت فهمته من الصفحه وارجع له بعد كده. لو انت بتذاكر من كتاب مكتوب بلغه مش عربيه، زي انجليزي، ايطالي، اسباني، الماني، على حسب دراستك. في ناس بتدرس في كليات علوم وصيدله ومش عارف ايه وبيدرسوا بالانجليزي برضو، فنصيحتي ليك بدل ما تروح تذاكر مره واثنين وثلاثه من الكتاب وتقعد تفك حجيه الكتاب كل مره، فالافضل ان انت تفكها مره واحده بس وتكتب بطريقتك اللي انت فاهمها في كشكولك. دي اول نصيحه هنصحها لك. تاني نصيحه هنصحها لك، ما تحاولش ترهق نفسك في الحفظ. يعني ايه؟ يعني انا ما كنتش بحاول اذاكر ببق كتير، اللي هو اقعد اذاكر مثلا في قطعه معينه. مثلا عندي ماده تاريخ اسمها ليتراتورا ايطاليانا، اللي هو التاريخ بالايطالي، تمام كده، ما اقعدش احفظ بقى ايه وثوره مش عارف ايه حصل فيها ايه وثوره واقعد استذكر كده، لا، بحب احفظ بالكتابه، لان الكتابه دايما بتثبت المعلومه. ده مش بيتماشى مع كل الناس، بس اكيد ان اجزم ان هو بيتماشى مع معظمهم. انت لما بتكتب الحاجه بخط ايدك اراهنك لو نسيتها، وحاول ان انت بدل ما تقعد تحفظ 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 او تكرر وتلاقي نفسك بقك وجعك من كتر الكلام وحالك تتهد ومش قادر وفي نفس الوقت انت فصلت، لا، حاول ان انت تبقى هادي، جنبك كوبايه النسكافيه بتاعتك، وحاول ان انت تلخص البوينتس بتاعتك وتحفظها بس بالكتابه، ما تحفظش بالبق، لان انت لو حفظت بالبق احيانا هتزهق،
ممكن يجيلك كمان صداع. ممكن تحفظ شويه بالبوق وشويه بالكتابه، بس ما تعتمدش على الحفظ الشفهي اكتر من الكتابي. دي النصيحه رقم 2. النصيحه رقم 3 وهي اهم نصيحه، حاول تحب الحاجه اللي انت بتعملها. يعني ايه حاول احب الحاجه اللي انا بعملها؟ انت لو مخنوق من الحاجه مش هتدخل في دماغك. يعني انا كان عندي ماده خنيقه جدا اسمها الليتراتوره، قلتها لكم في اول الفيديو، اللي هي ماده الادب. الماده دي كانت تقيله جدا، عباره عن تاريخ وادب ايطالي. عارفين انتوا الادب بتاع العربي اللي كان في الثانويه عامه شفته خانقني ازاي؟ انا باخد نفس الموضوع ده بس بالايطالي، متخيلين كميه بلغه تانية. فكنت بحاول ان انا ما احطش اقول انا بكرهها، انا فاشله فيها، انا ما بحبش الحفظ. زي ما كنت في ثانويه عامه اقعد اندب على الفيزياء برضو نفس الموضوع، لا كنت اقعد اقول مثلا احاول ان انا ادلع الماده شويه، والله ده انا لو ذاكرت الماده دي النهارده وفهمتها هجيب لنفسي شوكليت، انا هكافئ نفسي. على فكره انا بتعامل معاكي ك انا واقعد بقى اكلم في الماده والغي فيها كده، اللي هو على فكره يا فيزياء، على فكره يا ليتراتوره، على فكره يا ساينس، على فكره يا كيمستري، انا بتعامل معاكي كعلم من علوم ربنا، مش بتعامل معاكي على اساس ان انا انت مفروض عليا. لو حاولت ان انا اريح نفسي من العقده اللي جوايا او الخوف من الفشل تجاه الماده الصعبه اللي انا مش عارفه استوعبها، والله الاسترس هيتفك من عليا مره ورا الثانيه، وهلاقي نفسي بالتدريج ببتدي ان انا استوعب بكل هدوء. لان الاسترس ده اصلا هو اكبر عامل بيقرف الطالب في حياته ويكرهه في دنيته، اللي هو الشيطان اللي جواك يقعد يقولك انت فاشل مهما عملت. استبعده خالص، حاول تحب اللي انت هتعمله، علشان خاطر لو انت ما حبتوش مش هتعرف تعمله والله. زي ما بقولك كده. وعلى فكرة الليتراتورة اللي انا كنت بقولك ان انا مخنوقة منها ومش طايقاها دي، كنت بجيب فيها دايما امتياز، وجي عليا سنه في الجامعه قفلتها، جبت 100%، وكنت الوحيده الدفعه كلها اللي قفلت الماده دي، جبت 100 من 100، قفلت فيها اعمال سنه وميد ترم وكمان اخر السنه، متخيلين؟ مع اني كنت بكرهها بس حاولت اتعامل معاها بذكاء. رابع حاجه بقى هقول لك، لما تيجي في وقت المذاكره يبقى وقت الجد بالنسبه لك جد، مش تقعد تذاكر وجنبك الفيسبوك مفتوح، صاحبك بعت لك رساله على الواتساب، والله في تويته هموت واشوفها مش عارف ايه. لا، وقت الجد يبقى بالنسبه لك جد. انت عندك وقت اكتر مني لو انت مش شغال جنب دراستك. انا كنت بشتغل جنب دراستي وبقعد 9 ساعات بره في شركه وساعتين مواصلات رايح جاي، وبروح اذاكر. زي ما بقول لك بروح اذاكر، عشان بقول النص ساعه دي هذاكر فيها صفحه بخلص فيها الصفحه. لو ما خلصتش فيها الصفحه مش ببكت في نفسي، لا بقول ان شاء الله هحاول انا ابقى اسرع المره الجايه، وهكذا. لازم ان انا احترم وقت الجد، ودي اللعب وقته والجد وقته. اتعلم تقول لا لا لاي حد عايز يكلمني في الوقت اللي انا عندي فيه مذاكره او عندي حاجه مهمه. تقدر ان انت تكلمني بعد ما اخلص في البريك بتاعي، فهمني؟ حاول تنظم وقت مذاكرتك اكتر من كده. ولو عايزين اعمل لكم فيديو كامل كنت بذاكر ازاي، واوريكم قطعه قدامي هعمل نفسي بذاكرها، قطعه مثلا من اي كتاب انا كنت بذاكره في جامعتي واعمل نفسي بذاكرها، واوريكم انا بفصص الكلام ازاي او برتبه ازاي بغض النظر عن اختلاف المواد، بس ممكن الاسلوب يساعدك، ما عنديش اي مشكله، اكتبولي في الكومنتات. اخر حاجه هنصحك ان انت تعملها، افصل، حاول ان انت تفصل. يعني ما تاخدليش 3 ساعات مذاكره مره واحده وساعتين بريك، لا قول ساعه مذاكره ربع ساعه بريك، ساعه مذاكره ربع ساعه بريك، لان انا كبني ادم استيعابي اصلا بيفصل. انا عامله كورس على يوديمي، الكورس ده انا عاملاه المحاضره الواحده فيه بتتراوح من 7 دقائق لربع ساعه. انا مش عايزه تركيز الطالب يفلت مني، انا عارفه ان انا اصلا بعد ربع ساعه دماغي بتشت، تمام كده؟ علشان انا بني ادم مش ماكينه، انا مش روبوت، فلازم افصل، لازم انظم وقت مذاكرتي واذاكر شويه وافصل شويه. في ناس بتذاكر بطريقه اسمها بومودورو، بومودورو دي يعني طماطم بالايطالي، بس انا اسمع ان هي تقريبا اسمها طريقه البومودورو، اللي هي تقريبا 25 دقيقه مذاكره وخمس دقائق او 10 دقائق راحه. المهم لازم يبقى في راحه في النص، افصل فيها، اشرب ميه، اعمل اي حاجه بعيده عن المذاكره، ارسم حاجه لو انت بتحب ترسم، اعمل اي حاجه، افتح الفيسبوك ال10 دقائق دول، مش طول الساعه والساعتين والكلام ده،
تمام كده. بس دي كان اكتر حاجات انا كنت بحرص عليها وخلتني فعلا اقفل في مواد واجيب تقديرات عاليه جنب شغلي. وحبيت ان انا اشارككم خبرتي لعلي اقدر اساعد حد. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس لو انتوا اول مره تشوفوني. بنصحكم ان انتوا تشوفوا القناه دي قناتي الجديده، محتواها مختلف تمام بس هيعجبكم جدا. اشتركوا فيها وادعموني، منتظراكم هناك. ودي قناه محمد الشامي بتقدم كورسز ليها علاقه بالفوتوشوب والانيميشن والمونتاج، انا بتعلم منها بشكل شخصي وانصحكم ان انتوا تشوفوها. اكتبوا لي رايكم في الفيديو في الكومنتات واشوفكم الفيديو الجاي. تشاو، يلا بروسيما، تشاو.